في ناس برضو بتهتم غير بالأكل، يعني غير الأكل وتقديمه، بتقديم الأطباق والشوك والسكاكين والمعالق والحاجات دي مهمة جدا جدا. انت بتنصحي بإيه بقى؟ يعني الحاجات دي بتدي يعني بتدي شكل كده حلو، ده أكيد. بس في نفس الوقت في ناس، أنا مثلا ممكن يكون جاي لي ناس سريعا ما عنديش وقت أنزل أجيب نابكنز مثلا أو المناديل اللي بتتحط، أو إزاي أخلي شكل السفرة حلو من غير ما من الآخر كده أدفع فلوس كتير، أعملها إزاي؟ طيب هقول لك على حاجه. هي مبدئيا ان تكون كل حاجه نظيفه، يعني حتى لو عندي مفرش واحد ابيض في البيت ابقى حريصه ان هو مفرش ابيض، ما فيهوش بلين، ما فيهوش اي حاجه. ومش شرط تكون خامته على فكره يعني حاجه يعني غاليه قوي، او يعني ممكن يكون مش ابيض ساده، بس تكون كل حاجه نظيفه، الاطباق تكون ما فيهاش نقطه ميه، يعني تكون متنشفه كويس، والحاجه تكون مترتبه. النظام بيفرق، يعني ممكن اكون مش حاطه حاجات غاليه قوي على السفره، او مش حاطه مش جايبه أطقم كتير، بس ترتيب الحاجه بشكل منظم وبشكل نظيف، يعني الترتيب والنظافه من الحاجات العوامل الأساسية اللي بتخلي شكل الحاجة في الآخر حلو وبقل التكاليف. فالترتيب والنظافة دي رقم واحد في حالة لو مش عندك الإمكانية انك تجيبي تفاصيل كتير قوي، خلي اللي عندك يطلع يعني بأكتر شكل ممكن يطلع بيه حلو. طب نغم، خلينا بقى نشوف دلوقتي سفرة كده رمضان مترتبة بشكل حلو لطيفة قوي، دسار عليها، احكي لنا اكتر يعني الترتيبات دي بقى ازاي، يعني لو انا في البيت اعملها ازاي لو عندي عزومه. ده بوفيه تاني برضو الاصناف الحلوه في رمضان اللي بنقدمها. هو من الحاجات برضو اللي انا باكد عليها نعمل ارتفاعات، بيخلي البوفيه شكله اتراكتيف اكتر، وبتسهل الوصول للحاجه، يعني الحاجه اللي ورا نعليها والحاجه اللي قدام ممكن هي اللي تبقى اوطى شويه، فبتبقى اسهل للوصول. يعني ده ليه تكنيك؟ يعني انا لما بروح فرح مثلا والاقي الكورنر بتاع الحلويات والكب كيكس والحاجات دي في عالي وفي ارتفاعات، ده ليه فكره وراه؟ لها فكره عشان النظر، انه يبقى شكله اتراكتيف اكتر، وفكره تانية عمليه انه يبقى اللي ورا اعلى شويه، ان انا اقدر اجيب اسهل. بالظبط. وبصي برضو الشاي الكوبايات كانت موجوده، وده النوتس بقى، ان رمضان طبعا اكيد بيبقى لازم يكون في مثلا نوتس وتمر، اللي هي الحاجات اللي احنا متعودين عليها. واصناف الحلو، ولو لاحظتوا هتلاقوا اصناف الحلو برده متقطعه قطع صغيره زي ما بقول. ولازم بقى يكون كل حاجه موجوده على البوفيه، يعني الاطباق الصغيره، المعالق اللي بنغرف بيها الاصناف اللي احنا مقدمينها، كوبايات الشاي، السكر، يعني يكون كل حاجه موجوده. بحس انه هي الفكره من البوفيه انه ان الناس تبقى بتعمل كل حاجه بنفسها، فما يبقاش في حاجه ناقصه فيضطر يسال، او انت تضطري توفريها له في نص العزومه، او لو انت وراكي حاجه تانية بتعمليها. فلازم يكون كل حاجه موجوده بتسهل على الشخص نفسه انه ما يحتاجش مساعده خالص من صاحبه البيت. ف يعني هنا مثلا دي الورا دي صنف هو بيتعمل اصلا كيكه كبيره، بس انا لما عملتها في البوفيه قطعتها قطع صغيره بايت كده، بحيث انه لو حد عايز تاني بيقدر ياخد، يعني او لو حد عايز يجرب صنف تاني فبيقدر ياخد من كل واحده قطعه. فبتبقى اولا ما يبقاش فيه هدر للاكل، يعني ما يبقاش فيه يعني ويست، لان في اكل بقى او ترمى. الشخص نفسه اكيد مش من ضمن الذوق برضو ومن الاتيكيت ان انت ما تفوضيش في طبقك بواقي اكل كتير، او يعني لو هتاخدي حاجه بتخلصيها، فانت كده برضو بتساعدي الضيف ان هو برضو ما يعملش حاجه هو ممكن يكون مش حاببها. ايوه. فكلها تبس صغيره بس في الاخر بتفرق في الشكل العام النهائي، وبتخلي الناس كمان مرتاحه في البيت عندك. هي من ضمن الحاجات ان انت بتبقي حابه ان ضيوفك يكونوا يعني مرتاحين، مبسوطين، حاسين بألفه في المكان. وانت كمان عامله حاجه شكلها حلو في الاخر، ده غير طبعا شكلها حلو، فهم مبسوطين، هم شايفين حاجه شكلها حلو. ايوه. وسلام بقى لو طعمها حلو كمان يبقى احسن واحسن. دي اكيد عايزه لها بقى حلقه، دي لوحدها دي بقى مطبخ بقى بعد الحلقه. أيوة. على طول.